السلام الله عليكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى نشرات أخبار الثامنة. مرحبا بكم وإلى العناوين. تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الوزير الأول يصدر تعليمات لاتخاذ التدابير وتعبئة الموارد الضرورية لضمان وفرة اللقاح والانطلاق في عملية التطعيم مع مطلع شهر جانفي المقبل. اللجنة العلمية تحدد قائمة للمخابر المطورة للقاحات والعقود يجري استكمالها بالنسبة للتسليمة الأولى مع ضبط نظام وطني للتلقيح. انهيار جزئي لجسر وادي القنطرة بجيجل إثر الأمطار الغزيرة والسيول تجرف 18 مركبة وكاميرا تلفزيون ترصد الجهود المسخرة للتدخل وإزالة مخلفات السيولة. عبد المجيد الشيخي يجدد على ضرورة استرجاع الأرشيف الوطني كاملا لما قبل سنة 62، وفي ذكرى استشهاد البطل العبان رمضان استحضار لنضالات ومواقف الرجل الرمز في مسار الحركة الوطنية. وزيرة التضامن الوطني تؤكد مواصلة الدولة لحملات التضامن مع السكان في مناطق الظل. وفي النشرة نتوقف عند ظروف ومجهودات التكفل بفئة الأشخاص دون مأوى في ظل جائحة كورونا. وفي المشهد الثقافي، الزربية موروث ثقافي وحرفة متوارثة تروي بفسيفسائها وألوانها أصالة المرأة الجزائرية. بداية وتطبيقا للتعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم اجتماعا خصص لدراسة السبل والوسائل التي تسمح باقتناء اللقاح المضاد لكورونا فيروس كوفيد-19. وقد شارك في هذا الاجتماع الوزراء المكلفون بشؤون الخارجية، الصحة، النقل، الصناعة الصيدلانية، إصلاح المستشفيات، وكذا رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي وأعضاء اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة كورونا كوفيد-19 وممثل وزارة الدفاع الوطنية. وقد سمح هذا الاجتماع بتقييم الوضع الصحي والتطور الوبائي الذي تشهده بلادنا ودراسة التدابير التي شرع فيها لاقتناء لقاح مضاد لكوفيد-19 من شأنه أن يوفر أقوى ضمانات الموثوقية والفعالية والسلام الصحية، وذلك على أساس توصيات اللجنة العلمية. في هذا الإطار قدم وزير الصحة وأعضاء اللجنة العلمية عرضا حول أشغال التقييم والانتقاء المسبق للقاحات التي يجري تطويرها والتصديق عليها عبر العالم، وكذا حول اقتراحات التدابير التي يتعين اتخاذها قصد اقتناء لقاح والانطلاق في حملة التطعيم في أحسن الظروف. ولهذا الغرض أصدر الوزير الأول تعليمات من أجل مباشرة كل التدابير وتعبئة الموارد الضرورية لضمان وفرة اللقاح والانطلاق في عملية التطعيم مع حلول شهر جانفي 2021 طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، مع العلم أن اللجنة العلمية قد حددت من الآن قائمة للمخابر المطورة للقاحات وأن العقود يجري استكمالها بالنسبة للتسليمة الأولى. وأخيرا، فقد تقرر ضبط النظام الوطني للتلقيح مع نشره عبر الهياكل الصحية الجوارية التي يتعين أن تغطي كل التراب الوطنية. ترأس اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود اجتماعا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد جمعه بالولاة والولاة المنتدبين بحضور رؤساء دوائر جميع ولايات الوطن. يندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة الاجتماعات الدورية لمتابعة وتيرة تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بخصوص التكفل بالتنوية في مناطق الظل. هذا حيث جدد بلجود ضرورة الاحترام التام والتقيد الصارم بالأجال المحددة بخصوص تنفيذ المشاريع المسجلة، مؤكدا ضرورة مواصلة العمل على التكفل العاجل بانشغالات المواطنين ذات الأولوية لا سيما المتصلة بظروفهم المعيشية خلال فصل الشتاء، على غرار الربط بشبكة الغاز الطبيعي والمياه الصالحة للشرب والتطهير وتسهيل تنقل المواطنين، وذلك تنفيذا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية.
مذكرا بالتعليمات المتعلقة بضرورة اللجوء إلى الحلول البديلة المستعجلة إن استدعى الأمر لذلك للتخفيف عن عبء الظروف المناخية على ساكنة هذه المناطق. وبخصوص ظروف التمدرس جدد بالجود النوعية الأولية القصوى بل الأولوية القصوى التي يكتسيها هذا الملف مشددا على تعبئة كل الموارد البشرية والمادية لفائدتها لا سيما على مستوى المناطق النائية والجبلية. كما اطلع بالجود على مستوى التقدم في تنفيذ التعليمات المسداد سابقا بخصوص الوجبات الساخنة والنقل والتدفئة داخل المدارس. هذا وتطرق الاجتماع إلى مستجدات الوضعيات الوبائية والتنسيق مع مختلف القطاعات، وذلك قصد التصدي لتفشي الجائحة. إلى تقلبات الأحوال الجوية، حيث تسببت الأمطار الرعدية التي تساقطت بغزارة ليلة الأحد إلى الاثنين على ولاية جيجل تسببت في انهيار جزئي لجسر وادي القنطرة بالمدخل الشرقي للولاية وجرف سيول ل18 مركبة، كما غمرت المياه 25 حافلة كانت مركونة بالمحطة الشرقية لنقل المسافرين الواقعة مقابل الجسر عودة إلى مخلفة الفيضانات مع تيبر ماسينا. 140 مليمتر من الأمطار المتساقطة ليلة أمس على جيجل كانت كافية لتعزل شرقي المدينة عن باقي أحيائها لساعات. منسوب المياه وصل لمترين بمحطة نقل المسافرين وتضرر عديد المركبات النفعية والسياحية. هذه الأمطار كانت جارفة لسيارات وأوحال وكذلك مواد البناء التي قد شكلت عائق كبير للسيولة وعبور الماء نحو البحر. هذا الشيء تسبب في انهيار جسر. السيول مست حتى الخطوط الكهربائية الأرضية التي جرفت الإمداد الكهربائي عن قرابة 6000 عائلة. على إثرها انقطعت الكهرباء حوالي 5800 زبون، إلا أنه لم تمض إلا ربع ساعة وحوالي الثالثة والربع تم إرجاع حوالي 85% من النسبة. فتح حركة المرور لتحييد المركبات المتضررة تم بتجنيد ترسانة بشرية وعتاد سخر منذ الساعات الأولى لصبيحة اليوم، واستعمال الزوارق المطاطية لإجلاء السكان المحاصرين جنب وقوع خسائر بشرية. هذه الأمطار أدت إلى فيضان الواد المقاصب حيث قام بجرف وسحب 19 مركبة. هذه المركبات جرفها حتى مدخل الجسر. التدخلات السريعة لمختلف المصالح لتقزيم أي خطر بإمكانه أن يتفاقم جنب السكان من الدخول في دوامة من الفزع رغم هول السيول. واليوم هنا واش نقولوا، هنا جانا الوالي صباح، زارنا الوالي وشافنا وتعلم معنا ونشكره على الزيارة ووقف معنا وعندنا ثقة في السلطات إن شاء الله يعاونونا. ابتداء من عصر اليوم بدأت الحياة تدب في الأماكن المتضررة لتعود حركة السيارات لسابق عهدها وتعود الحياة إلى مجاريها بعاصمة الولاية. هذا وقد تم تسخير كافة الوسائل المادية والبشرية للتدخل من قبل وحدات الحماية المدنية التي قامت رفقة مواطنين بإزالة مخلفات السيول بعد أن بلغت كمية الأمطار المتساقطة 146 مليمترا، وذلك خلال الفترة الممتدة من 11 ليلا والثالثة صباحا. نتابع التفاصيل مع ليندا شعبان. هي مخلفات الفيضانات جراء التساقط الغزير للأمطار ليلة أمس بولاية جيجل مما أدى إلى انهيار جسر القنطرة، أين باشرت مديرية الأشغال العمومية الإجراءات اللازمة بتجنيد المؤسسات الوطنية المختصة للتكفل بالأضرار المسجلة. صرا انجراف التربة في المدخل الرئيسي للجسر واد قنطرة وتسبب في شل حركة المرور عبر محور الطريق الوطني 43. منذ صبيحة اليوم جندنا كل الوسائل بمعية المؤسسات الوطنية وال على مستوى الولاية. لا بروتيجيو نتاعو اللي باش خدمناه لازم نديرو درنا لاروش الاول ونزيدو البيطون ومن بعد نزيدو رومبلي ورانا ماشيين معها وحده وحده نكومباكتي ونمشيو نحطوا لاروش والكومباكتاج تراب حتى يتسرع باذن الله ما يزيد يصرا والو فيه.
تضامن وتكافل كبيرين بين سكان ولاية جيجل، خصوصا بالمحلات التجارية المحادية للأماكن المتضررة. كثر خير الناس اللي راهي واقفة معنا، والحمد لله الشعب الجزائري راه معروف بالتضامن مع بعضه، كثر خيرهم ويرحم والديهم. صحابي احبابي جاو يعاونونا، كتشوف الغاشيه كامل يعاونوا فيا باش نعاون ريكيبيري. مجهودات تسعى من خلالها الجهات الوصيه لاعاده فتح الطريق الاستراتيجي الرابط بين مختلف احياء بلديه جيجل. وللوقوف على عمليات إزالة الأوحال وتنظيف الشوارع والطرقات التي غمرتها مياه الأمطار يلتحق بنا من جيجل الزميل رضا تيبرمسين. رضا، إذا ما هي المستجدات؟ سوف مساء الخير. أولا سوف أنطلق من حيث اختتمت الزميلة ليندا. نحن دوما متواجدون على مستوى جسر المقاصد، هذا الجسر الذي تهدم جزء منه بفعل السيول الجارفة والأمطار الغزيرة التي تهاطلت ليلة أمس على جيجل كما ذكرت في سياق حديثك زميلتي. الجهود وعملية الترميم، ترميم ما تهدم من هذا الجسر، لا تزال متواصلة من طرف مختلف الهيئات والمديريات المسلك المشتركة ما بين مديرية الأشغال العمومية والمصالح البلدية وغيرهم. عموما حركة السير هنا في جيجل عادت إلى طبيعتها عصر اليوم، ما تبقى فقط هو المشهد الذي هو خلفنا، هذا الجسر الذي يربط شرقي المدينة بباقي أحياء جيجل الذي تهدم كما أشرت. قلت العملية لا تزال متواصلة إلى غاية التوقيت في هذا الوقت، كل الإمكانات البشرية والوسائل المادية مجندة، بغية الإسراع في ترميم ما تهدم وبغية أيضا تسريع حركة سير المركبات التي عرفت كثافة كبيرة هذا الصباح. عموما الأشغال لا تزال متواصلة إلى غاية اللحظة والكل مجند، بغية إرجاع المياه إلى مجاريها هنا بجيجل بعد الأمطار الغزيرة التي تهاطلت ليلة أمس، والحمد لله لم تخلف أي خسائر بشرية. إذن زميل رضا تبرمسين، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من جيجل. خلف انزلاق أرضي بورشة لبناء مساكن عدل بسيدي علي ولاية مستغانم خلف وفاة عاملين اثنين وجرح آخر، العاملان يبلغان من العمر 39 عاما و 47 عاما، كان بصدد حفر قنوات الصرف الصحي بعين المكان. صبيحة هذا اليوم 21/12/2020 للساعة 10:16 دقيقة تدخلت وحدة سيدي علي مدعومة بوحدتي سيدي الأخضر والوحدة الرئيسية من أجل حادث انهيار أتربة في خندق. خندق هذا مخصص لقناة صرف المياه، الطول تاع الخندق حوالي 15 متر، العمق تاعو حوالي 6 متر، العرض تاعو حوالي 3 متر. تسبب هذا الانهيار في ردم في ضحيتين، في وفاة ضحيتين كانوا مردومين تحت الأتربة جراء الانهيار. نعم، الضحيتين تتراوح أعمارهم ما بين 39 سنة و 47 سنة. تم استخراجهم ونقلهم وإجلاؤهم من طرف مصالحنا إلى المستشفى الاستشفائية بدائرة سيدي علي. الضحية الثالثة زميل لهم أصيب بصدمة من جراء الحادث، كشف الزملاء تاعو واش صرا لهم، أصيب بصدمة لحقنا عليه في أول وهلة، هو اللي لقينا في عين المكان، طلنا له إسعافات أولية في عين المكان وتم إجلاؤه إلى المستشفى سيدي علي. العملية كاملة دامت حوالي ساعة و40 دقيقة. كما توفي طفلان ببلدية أولاد إبراهيم بولاية سعيدة بعد سقوطهما في واد بقرية خريشفة، حيث تدخلت وحدات الحماية المدنية لانتشال جثتي الضحيتين ونقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الولاية. برلمانيا عرض وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن اليوم مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2018 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني برئاسة رئيس المجلس سليمان شنين وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان باسم عزوار. وأوضح عبد الرحمن في عرض مفصل عن مشروع قانون تسوية الميزانية أن نسبة النمو لسنة 2018 بلغت 1.4% مقابل 1.3% خلال سنة 2017، وكانت التقديرات تتوقع نسبة نمو ب 1.7%.
وبعد العرض جاءت مداخلة النواب الذين طالبوا بتقليص أجل تسوية ميزانيات السنوات السابقة. ينص هذا التنظيم التشريعي على رقابة تنفيذ قوانين المالية من طرف الجهاز التشريعي مع تحديد السنة المرجعية أن نقص 3. وها قد توصلنا بفضل الله تعالى إلى تقديم قانونين لتسوية ميزانية عامي 2017 و2018 مما يقلص السنة المرجعية إلى أن ناقص 2، ونحن نطمح إلى تقليصها إلى أن ناقص 1 تماشيا مع البرنامج إصلاح المالية العمومية الذي جاء به السيد رئيس الجمهورية. ففضلا عن النتائج المالية المحددة بموجب التشريع المعمول به، فإن مشروع قانون تسوية الميزانية مرفق بتقرير عرض حال الذي يذكر بصفة الموجز الإطار الاقتصادي الكلي الذي تم من خلاله إعداد وتنفيذ قانون المالية للسنة المعتبرة. أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف الوطني وملف الذاكرة عبد المجيد شيخي، أكد جهود الدولة في الحفاظ على الذاكرة وحمايتها، وأن هذا الملف يتكون من قسمين يركز أحدهما على استرجاع الشخصية الوطنية بكل ما تحمل من معان، لأن المقصود هو إعادة تكوين المواطن الصالح من خلال تمكينه من التعرف على تاريخه وماضيه. أما القسم الثاني فيتعلق بعلاقة الجزائر بالخارج لا سيما فرنسا، وهو ما يتطلب عناية أكبر في التعامل معها، مبرزا في السياق ذاته ضرورة استرجاع أرشيف ما قبل سنة 1962 كاملا. الموضوع ربما أوضح ولكن أصعب للعراقيل والصعوبات التي تضعها السلطات الفرنسية في وجهنا للوصول إلى اتفاق وإلى حل يكون مرضيا للطرفين. حتى أذكر المستمع الكريم أن بالنسبة لنا نطالب بأرشيف ما قبل 1962 كاملا، بمعنى كل الفترات التاريخية التي مرت على هذا البلد واللي فيها أرشيف نطالب به، ونعتقد أن الكثير منه موجود عند الفرنسيين. في الذاكرة دائما أجمع أساتذة وباحثون في التاريخ اليوم أن الشهيد الرمز عبان رمضان قد اجتمعت فيه عدة خصال، على رأسها تقديسه للوحدة الوطنية والصرامة في العمل واتخاذ القرارات في إطار مهامه الثورية، تاركا بذلك بصمات دامغة في مسار الحركة الوطنية. جاء ذلك في الندوة التاريخية التي نظمتها جمعية مشعل الشهيد بمتحف المجاهد في الذكرى 63 لاستشهاد البطل الرمز عبان رمضان. نتابع التفاصيل مع فوزية تاج. نضال سياسي وكفاح ثوري صارم بقراراته، وحدة الوطن مبدأه الأساسي، محطات هامة أغنت تاريخ الشهيد عبان رمضان، فكان أحد أبطال الجزائر الأشاوس في ماضيها وحاضرها. أقول لك الشيء الوحيد له هو الوحدة الوطنية، ومن أجل الوحدة الوطنية كان حازما ومصرا على استعمال كل الوسائل. أسس جريدة المجاهد بأبسط الإمكانيات، فكان اتصال الثورة أنذاك أقوى في مواجهة الدعاية الفرنسية، وهي بصمة زادت في عداء المستعمر الفرنسي له. استطاع الشباب الجزائريين مثل عبان رمضان أنهم يخططوا وأنهم يفجروا ثورة تقدر تقول من العدم، لأنه في البداية ثورة تعرفوا كانت بدون سلاح وبدون أموال، واستطاعوا أن يدحروا قوى الاستعمار. اليوم تمر 63 سنة على استشهاد الرمز عبان رمضان واستحضار مواقف وجهاد البطل بمعية رفقائه الشهداء منارة للأجيال. شارك اليوم وزير السكن والعمران والمدينة كمال نصري في الدورة 37 لمنتدى وزراء السكن والتعمير للجامعة العربية التي ترأستها تونس عن طريق تقنية البث الرقمي البصري. واستعرض كمال نصري تجربة الجزائر في مجال السكن بمختلف صيغها خلال العقدين الأخيرين بإنجاز 4 ملايين وحدة سكنية. كما أكد أن الجزائر مستعدة لتقديم خبرتها للدول العربية. مع العلم
أن الجزائر ستبقى دائما في خدمة الدول العربية والأشقاء العرب التي تود الاستفادة من التجربة الجزائرية في هذا المجال. إن مجهوداتنا متواصلة حيث برمجت بلادي برنامج جديد خلال الخماسي القادم لبناء سكنات ببرنامج قوامه مليون وحدة سكنية أخرى بمختلف الصيغ ماضية قدما نحو تطبيق الأجندة الحضرية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة 2030، وسيكون نهار اليوم في المنتدى التي تحتضنه تونس الشقيقة فرصة للتعرف أكثر بهذه التجارب. وفي مجال البيئة وتحت شعار تسيير النفايات في ظل الكوفيد 19، تتواصل فعاليات الصالون الافتراضية الدولية الأول حول تسيير النفايات بمشاركة فاعلين وطنيين ودوليين في المجال. نتابع التفاصيل مع مالك بن عويشة. تسيير النفايات في ظل جائحة كورونا واستعمال الذكاء الاصطناعي في معالجتها شكل أحد محاور الصالون الذي ضم عدة أجنحة وأنشطة افتراضية. هذا المعرض هو فتح مجال الحوار والتعرف على أفضل الممارسات الخاصة بكل الفاعلين في مجال تسيير النفايات لتحسين الإطار المعيشي للمواطن. سيعمل هذا الحدث على بناء وتمتين العلاقات المهنية بين المشاركين لتحسين أوضاعهم المهنية والاقتصادية. فرز النفايات تجاوز كونه ثقافة إيكولوجية وأضحى حتمية للاقتصاد البديل. هذا المنصة استقطبت في ساعاتها الأولى أكثر من 2000 زائر، يعني هذا مؤشر إيجابي. الرؤية الجديدة للجزائر حاليا هي الانتقال من الاقتصاد الخطي نحو الاقتصاد الدائري اللي يعتمد طبعا على رسكلة النفايات، فرزها، إنشاء مؤسسات ناشئة. رسكلة النفايات وتشجيع صناعة الاسترجاع رهان اقتصادي واعد. تفقد وزير الموارد المائية أرزقي براقي اليوم بالعاصمة عددا من المشاريع التابعة لقطاعه على غرار محطة تصفية المياه المستعملة بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله التي دخلت الخدمة والتي أنجزت من قبل شركة كوسيدير. المزيد مع عبد القادر بن غنو. دخول محطة تصفية المياه المستعملة لمعالمة حيز الاستغلال سيسمح بإنتاج 32 ألف متر مكعب من الماء والذي سيوجه للري الفلاحي. مم ريفليشير بنتت مع لونا. التفكير مع شركة أونات في استغلال المياه المستعملة ستكون لها انعكاسات اقتصادية هامة كالشغل وكذا المحافظة على البيئة. تأمين حاجية المواطنين من هذه الطاقة الحيوية من خلال الاعتماد على المصادر الغير تقليدية لجمع الماء هو ما أكد عليه الوزير. احنا وضعنا استراتيجية على آفاق 2030 ورانا بدينا نشتغلوا فيها، هي اولا حشد وتعبئة المياه الغير التقليدية لما تأثرش بالتغيرات المناخية كتحلية مياه البحر. كما نعرفوا العاصمة تزود حاليا بحوالي 25% من مياه تحلية البحر. لو كان طلعوا النسبة هذه حتى 80 يعني نكون في ارتياحية ونقدر نواجهوا تغيرات المناخية والجفاف. إذا كان الخير وتمولنا كما لازم من المحطات ولا من السدود هو باش هذا الستوك اللي نخرجوه من لي فوراج 71 فوراج قد ندعموا به بلايص اخرين ويكون عندنا كمخزون. وبالقبة افتتح مركز التكوين للتسيير ومهن المياه التابع لشركة سيال، صرح يتسع لاستقبال 200 متربص. وخلال افتتاح يوم دراسي عن طريق تقنية التحاضر عن بعد تحت عنوان رقمنة الوثائق أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي أكد اليوم بأن إدارته وصلت إلى رقمنة 100 مخطوط نادر وربط 12 معهدا لتكوين الأئمة وهياكل ومراكز ثقافية بشبكة الإنترنت عالية التدفق في إطار رقمنة القطاع من أجل حفظ الذاكرة والتراث، منوها بأن قطاعه يعتمد أساسا على الفضاء الأزرق في تنظيم مسابقات عن بعد في حفظ وتجويد القرآن الكريم والرد على انشغالات المواطنين في مواضيع شتى منها الفتوى الشرعية. بلغنا في موضوع الرقمنة نسبة 80%، حيث تم تثبيت الشبكة البينية بين 64 مركزا 48 ولاية زائدا
المعاهد، معاهد تكوين الأئمة والمركز الثقافي الإسلامي وفروعه، وكذلك ربط هيكل القطاع كلها بشبكة الإنترنت عالية التدفق، وكذلك تطوير مع نظام معلوماتي خاص بمعاهد التكوين للدراسة عن بعد، وكذلك ما يتعلق بوضع نظام إلكتروني في التوجيه الديني والتعليم القرآني حتى أصبحت لنا مساجد افتراضية ومسابقات قرآنية افتراضية وخدمة للفتوى عبر الهواتف الذكية. أكدت شركة الخطوط الجوية الجزائرية في بيان لها اليوم أن برنامج رحلة جاء المواطنين الجزائريين العالقين في الخارج يبقى مستمرا بشكل طبيعي إلى غاية نقل جميع المواطنين المسجلين على مستوى التمثيليات الدبلوماسية. وذكرت الجوية الجزائرية بشروط التي يتوجب أن تتوفر لدى المواطنين الجزائريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، خاصة ما تعلق بالتسجيل لدى التمثيليات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج وتذكرة السفر وشهادة سلبية لفحص البي سي آر. والآن إلى سلسلة المواضيع التي يقترحها عليكم التلفزيون الجزائري حول أهم ما ميز سنة 2020 من أحداث. ضمن الجهود الوطنية لمكافحة وباء كوفيد-19 عملية إجلاء واسعة أقرتها السلطات العليا للبلاد لفائدة مواطنين العالقين بمختلف دول ومطارات العالم. المزيد مع عبد الرزاق رمضان الذي يعود بنا إلى هذه الجهود طيلة هذه السنة. بعدما كان السفر من بين الأمور الطبيعية العادية أضحى في زمن كورونا أمرا مستعصيا في ظل غلق الحدود مخافة تفشي العدوى، الجزائر لم تتوانى في اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وكانت من بين الدول السباقة عندما قرر رئيس الجمهورية غلق الحدود الجوية البحرية والبرية أمام تنقل الأشخاص من وإلى الجزائر بدءا من 19 مارس، إجراء لم ينس السلطات العليا في البلاد وضعية أبنائنا في الخارج، وحتى قبل ظهور أول حالة كوفيد في الجزائر حين أمر السيد الرئيس بالشروع الفوري في إجلاء الجزائريين 36 العالقين بوهان الصينية لتكون أول رحلة إجلاء تسبق جسرا جويا انطلق مع نهاية شهر ماي في مرحلته الأولى ثم الثانية فالثالثة الرابعة والخامسة. سخرت فيها الحكومة كل الإمكانات المتاحة سواء ماديا التي فاقت 23 مليون دولار حتى المرحلة الثالثة شهر أوت. نظل ندعي نظل نقول له يا ربي ونروح نشوف أهلي وولادي. الحمد لله أهلي ولينا والله صافي أن غون بليزير وليت لبلادي. فيف الروتور لبلادي كذب عليك. والحمد لله أنا في بلادنا معزيين مكرمين. الطائرات الجزائرية حطت بمختلف مطارات العالم وفي القارات الخمس لإجلاء أزيد من 40 ألف جزائري عبر 150 رحلة جوية وأربع بحرية من فرنسا وإسبانيا دون إغفال الوافدين عبر معابر الحدود البرية. إجلاء العالقين بالخارج سطرت له الحكومة برنامجا محكما يضم أيضا فترة حجر صحي تدوم 15 يوما في فنادق وفرت فيها كل ظروف الراحة، وكل هذا على نفقة الدولة ضمانا لسلامة العائدين وسلامة ذويهم. الحمد لله راني أنا يا مرتاح نفسيا وجسديا وكل شيء، راح نروح لدارنا كذلك مرتاحين. يقولك من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ما قليل شكرهم قليل 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 قليل. إعادة الجزائريين إلى وطنهم في زمن كورونا لم يقتصر على الأحياء فقط بل حتى المتوفين منهم، فقد تكفلت الدولة وعلى نفقتها إرجاع جثامين أكثر من 5000 جزائري توفي بالخارج ليدفنوا بأرضهم. الرحلات الجوية عادت تدريجيا بعد قرار استئناف نشاط النقل الجوي للمسافرين داخليا ابتداء من 6 ديسمبر الجاري، وهذا مع احترام كل تدابير الوقاية. بادرة تبعث أمل العودة الطبيعية لتنقل الأشخاص إذا ما التزم المواطنون بالبروتوكول المتخذ،
فالصحة العامة هي أولى الأولويات التي توليها الدولة الجزائرية الأهمية القصوى للتحكم الجيد والتسيير العقلاني لأزمة كوفيد-19. أما عن تطورات الوضعية الوبائية ببلادنا فسجلت 456 إصابة جديدة وتسع وفيات رحمهم الله خلال 24 ساعة الأخيرة. تسجيل 456 حالة في خلال 24 ساعة الماضية يصبح المعدل بحالة واحدة لكل 100,000 نسمة، علما أن 18 ولاية لم تسجل أي حالة خلال 24 ساعة الماضية. 18 ولاية سجلت ما بين حالة 9 حالات و 12 ولاية سجلت 10 حالات فما فوق. فيما يخص الوفيات التي سجلت خلال 24 ساعة الماضية عددهم 9 وفيات جديدة رحمهم الله. فيما يخص الحالات التي خضعت للاستشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة عددهم 379 مريض. فيما يخص حالة التماثل للشفاء طبقا للمعايير المعتمدة إلى حد اليوم العدد تاعهم 63,644، منهم 384 تماثل للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة. فيما يخص الاستشفاء عن حال على مستوى المستشفيات عبر الوطن 43 مريض في العناية المركزة. إذن وكما جاء في العناوين، تفقدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو بعين دفلة عددا من مراكز رعاية أطفال التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة، كما أشرفت على توزيع عدد من الكراسي المتحركة وإعانة لفائدة هذه الفئة. المزيد مع باريزا جلاندا. الاستفادة في قرض المصغر الوكالة لونجام عاونتنا بزاف، نشكرهم بزاف بزاف وجهونا وخلونا نتعلموا من حاجات كيما هكذا، وفتحنا اتوليات بفضلهم، وفتحنا وكمان نخدموا في المشروع تاعنا ان شاء الله. والله الحمد لله يا ربي، نورمالمون هو جاب نجح في شهاده التعليم المتوسط تاعو، سيتي بريفياتو لون 2019 وشنو هو الجائحه تاع كورونا هذه اللي وخرت، وكما يقولوا الخير وين ما جا ينفع. هي بعض انطباعات المواطنين استفادوا من مساعدات وإعانات مالية في إطار قافلة تضامنية واسعة مست عدة مناطق بالولاية، كما وقفت وزيرة التضامن الوطني وقضايا المرأة على عملية التكفل بالأشخاص دون مأوى بخمس مليانة، ومعاينة مدرسة أطفال التوحد والمركز البيداغوجي الطبي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. هذا المركز كافي وقايم، شيء أنا حبيت من المزيد باش نكونوا ماذا بنا نديروا ملحقات على حسب الدائرات. طباش كاين كيما دايره خميس مليانه دايره العطف، ما عندناش ملحقات. ولايه عين دفله من اجل الوقوف على مدى تطبيق التعليمات المسدات للتكفل الناجع بالفئات الهشه، شفتوا انه قمنا باطلاق قافله تضامنيه تضم 300 عائله من اجل المناطق النائيه وعده بلديات، وهذا تواصلا للقوافل التضامنيه التي كانت انطلقت منذ بداية الأزمة الصحية. وفي الختام أشرفت كوثر كريكو على توزيع عدد طبي ومحافظ مدرسية لذوي الاحتياجات الخاصة. هذا ويعاني الكثير من الأشخاص دون مأوى خلال فصل الشتاء من قساوة البرد وشظف العيش، وفي مثل هذه الظروف قلوب رحيمة تسعى إلى مد العون لهذه الفئة، يقول عمر بعلي. بيت يأويهم ودفء كانت أبسط الأحلام لهذه العائلة. المحسنون وذوي القلوب الرحيمة كانوا سادة الموقف فأنهوا معاناتهم نهائيا. عشت في لي سونتر، عشت في الزنقة برا، تبربت مع أولادي في ستة تبربت، والحمد لله ربي سخر لي ناس مؤمنين، ونشكر جمعية الوداد فان وقفوا معي ما خلاوش عليا، ناس محسنين وقفوا معايا ونشكرهم كاع إن شاء الله، وربي شرا يحفظهم إن شاء الله، ربي يفرج كاع اللي يكون مغبون إن شاء الله ربي يفرج عليه. تم التكفل أيضا بهم عن طريق تدخل بعض المحسنين كالمحسن الذي قام بشراء منزل لعائلة كان مرت من هذا المركز، كذلك تم كراء ثلث منازل لأشخاص بدون مأوى ثابت كذلك كانوا بهذا المركز. من جهتها الجمعيات بالتنسيق مع مديرية التضامن تسهر على نقل الأشخاص بدون مأوى والتكفل بهم في مراكز توفر لهم العيش الهني خصوصا في ظل جائحة كورونا. مأوى الأشخاص بدون مأوى التابع
للولاية والذي تم وضعه تحت تصرف مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن، وكذلك بإشراك جمعية الوداد الخيرية والتي تقوم بالتكفل بهؤلاء الأشخاص على مدار طول السنة، حيث تم تجميع الأشخاص بدون مأوى في هذا المكان في هذا المأوى والذي يحوي على جميع شروط التكفل بهؤلاء. صور ومشاهد تبرز تكاثف جهود السلطات والمجتمع المدني لدعم جميع المحتاجين. في التنمية وتحسين للإطار المعيشي لسكان مناطق الظل، استفاد ساكنة ولاية سقهراس من عدة مشاريع في مختلف القطاعات. روبورتاج مع عبد الملك زنيدية. أولاد علي، حمام تاسا وبوزعرورة، قرى ومداشر مصنفة كمناطق ظل بولاية سقهراس. اليوم وبفضل الجهود المبذولة للدولة لرفع الغبن عن الساكنة، أزيد من 1000 عائلة تستفيد من شبكة الربط بالغاز الطبيعي. كنا نجيب الغاز وصلنا حتى 40,000 50,000 في القرعة. اليوم الحمد لله. كنا قبل بالقرعة وميزيرية والحطب والهم. اليوم الحمد لله. رحمة ربي. مشاريع جسدت وأخرى على وشك الانتهاء بنسبة تكفل قاربت 45%. احنا عندنا 251 منطقة ظل وحوالي 507 مشروع، ولحد الآن عندنا 211 مشروع انطلقوا فيهم الإشغال، وقبل نهاية السنة راح نستلم بالك 95 مشروع، هذو يبقوا يدخلوا كما نقول في الخدمة، والعمل يبقى متواصل بالنسبة للسنة القادمة إن شاء الله. هي برامج تنموية من شأنها تحسين الإطار المعيشي للمواطنين لا سيما بمناطق الظل. تمكنت فصيلة المساس بالممتلكات لأمن ولاية الجزائر التابعة للمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية، تمكنت من تفكيك شبكة تنشط في السرقة والاعتداء بالأسلحة البيضاء. تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من تفكيك جمعية أشرار متكونة من 3 أفراد مشتبه فيهم عن قضية جناية السرقة باستعمال أسلحة بيضاء ظاهرة واستحضار مركبة ذات محرك بغيات تسهيل الفرار. وقع قضية الحال تعود بعد تلقي نداء استغاثة من طرف مواطن عبر الرقم الأخضر 1548، مفاده تعرضه للاعتداء المتبوع بالسرقة من طرف 3 أشخاص ملثمين حاملين لأسلحة بيضاء محظورة على مستوى متجره الكائن بقطاع الاختصاص، حيث تم تحديد هوية الفاعلين. تم ضبط وحجز مبلغ مالي قدره 90 مليون سنتيم، مبالغ مالية بالعملة الصعبة. دوليا، وفي مستجدات قضية الصحراء الغربية وبطلب من ألمانيا، يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم عبر تقنية التحاضر عن بعد جلسة مغلقة حول الصحراء الغربية، يبحث خلالها آخر التطورات التي شهدتها القضية بعد أكثر من شهر عن خرق المغرب لوقف إطلاق النار بالمنطقة العازلة بالجرجرات، وأياما عقب إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب عن الاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الأراضي الصحراوية، وهذا بمشاركة كل من الأمين العام المساعد الخاص بإفريقيا بينتو كيتا والممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء حول الصحراء الغربية مينورسو كولين ستيوارت، اللذين سيقدمان إحاطة حول الوضع في المنطقة. أكد مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي أن المنظمة الإفريقية تحاول اليوم تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا من أجل وضع حد لنشاط الجماعة الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار دول المنطقة. وخلال استضافته في حصة حوار التي تبثها قناة فرانس 24، قال شرقي إنه لابد من اغتنام الفرصة اليوم في ظل وجود رغبات لدى كل الأطراف الليبية التي أكدت من جهتها ضرورة وقف التدخل الأجنبي وطرد المقاتلين الأجانب والذين قدر عددهم بنحو 21,000 مقاتل. في جديد فيروس كورونا المستجد، سلالة جديدة تم اكتشافها في بريطانيا تعد أكثر انتشارا من سابقتها، مما أجبر العديد من الدول الأوروبية على تعليق رحلاتها مع بريطانيا كإجراء وقائي للوقوف في وجه انتشار الطفرة الجديدة بأراضيها. التفاصيل في هذا التقرير مع نصير بادر.
تحذيرات من تطور السلالة الجديدة من كورونا التي ظهرت في بريطانيا وصفت بأنها معدية أكثر من السلالات السابقة، حيث فرضت عدة دول أوروبية قيودا على السفر إلى بريطانيا على غرار ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، إيرلندا، هولندا، البرتغال وكندا، حيث علقت كل رحلاتها الجوية إلى لندن بعد اكتشاف السلالة الجديدة والتي وصفت بأنها تسبب عدوى سريعة وباتت خارج السيطرة. ورغم تأكيدات خبراء الاتحاد الأوروبي بأن اللقاحات المنتجة إلى حد الآن فعالة في مواجهة السلالات الجديدة للفيروس، إلا أن منظمة الصحة العالمية وبعد تسجيل 9 إصابات في الدنمارك وإصابة واحدة في كل من هولندا وأستراليا، دعت الدول الأوروبية إلى تعزيز القيود ومضاعفة إجراءاتها الوقائية. ونختم بالمشهد الثقافي الوطني، حيث تعد حرفة صناعة الزربية موروثا ثقافيا توارثته المرأة الجزائرية للتعبير عن حياتها اليومية من خلال الرسومات التي تزخرف الزرابي بمختلف أشكالها وألوانها. يقول عبد النور باعوز: من يرى الرسومات والزخارف المنسوجة على هذه الزرابي يحسب أنها للتزيين، لكن الحقيقة غير ذلك، فهي رسائل مشفرة كانت النسوة في الماضي يتبادلنها فيما بينهن. هذا مثلا، هذا سميناه ثكنيوين الذرة، كي تبعث هذا ليماها بلي راجلها او متزوج عليها ساقي تكنيوين بلي راجلها او متزوج عليها، يماها تفهم هذا وسمي في العقاس تاقي تسللت وقيده منشار وقيده كرسيين وقيد قرص نسلمان. صناعة النسيج التقليدية المعتمدة أساسا على أداة السداية والقرداش والصوف والحرير كمادتين أوليتين، أضحت تصارع من أجل البقاء في عصر أدارت فيه أغلب فتيات اليوم ظهورهن لحرفة أسلافهن. شيشين الجيلة جين جديد فغي غاد رفذنت الصنعية جين خطر تروح ودما زلالة ذيك السطاس تنقص مليح. ثاني تونفية رانا فوس بمعاون باش نخدم اكثر بنشتاقي باش ادوغال الى اسد نعاود سي تزوارة. حرفة أصيلة عريقة بحاجة إلى فتيات تقبلن على تعلمها والتمسك بها لما تحمل في طياتها من إرث ثقافي غني ومتنوع. إلى التذكير بأبرز ما أوردنا في هذه النشرة من أنباء. تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الوزير الأول يصدر تعليمات لاتخاذ التدابير وتعبئة الموارد الضرورية لضمان وفرة اللقاح والانطلاق في عملية التطعيم مع مطلع شهر جانفي المقبل. اللجنة العلمية تحدد قائمة للمخابر المطورة للقاحات والعقود يجري استكمالها بالنسبة للتسليمة الأولى مع ضبط نظام وطني للتلقيح. انهيار جزئي لجسر وادي القنطرة بجيجل إثر الأمطار الغزيرة والسيول تجرف 18 مركبة. وكاميرا تلفزيون رصدت لكم الجهود المسخرة للتدخل وإزالة مخلفات السيول. عبد المجيد شيخي يشدد على ضرورة استرجاع الأرشيف الوطني كاملا لما قبل سنة 62. وفي ذكرى استشهاد البطل عبان رمضان استحضار لنضالات ومواقف الرجل الرمز في مسار الحركة الوطنية. وزيرة التضامن الوطني تؤكد مواصلة الدولة لحملات التضامن مع السكان في مناطق الظل. وتوقفنا أيضا في النشر عند ظروف ومجهودات التكفل بفئة الأشخاص دون مأوى في ظل جائحة كورونا. وفي المشهد الثقافي تابعنا: الزربية موروث ثقافي وحرفة متوارثة تروي بفسيفسائها وألوانها أصالة المرأة الجزائرية.
شكرا لكم مشاهدينا، السلام عليكم، إلى اللقاء.